مشاهدينا من سوقنا ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة. وأعلن مجلس الشارقة للتعليم عن عودة افتتاح الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة واستقبال الأطفال المقيدين بها سابقا لاستئناف الدراسة مع بداية شهر سبتمبر المقبل وسط إجراءات احترازية اتخذتها لتأمين صحة وسلامة الأطفال. الحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدنا نرحب معكم بالأستاذة نوال المازمي مشرف فني في مجلس الشارقة للتعليم. يا هلا ويا مرحبا بك، حياك الله. الله يحييك. حياك أستاذة نوال، في البداية نتحدث عن جاهزية الحضانات الحكومية بإذن الله اللي بتبدون الأسبوع المقبل إن شاء الله. في البداية أحب أصبح عليكم وأحب أصبح على المتابعين، وأتمنى إن شاء الله للطلاب سنة دراسية جديدة موفقة بإذن الله. طبعا تحت رعاية صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تم افتتاح الحضانات الحكومية، وباشرت الكوادر الوظيفية في هذه الحضانات تاريخ 15 من هذا الشهر، وذلك استعدادا لاستقبال الأطفال والحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللي وردتنا من الجهات المعنية، وذلك لاستقبال الأطفال إن شاء الله اللي بيكون على بداية الأسبوع القادم بداية شهر سبتمبر بإذن الله. بإذن الله. أتكلم شوية عن الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل مجلس الشارقة للتعليم في مختلف الحضانات التابعة للمجلس، بالإضافة إلى كيف ممكن نتحافظون على صحة وسلامة الأطفال طبعا من خلال هذه الإجراءات. طبعا ولله الحمد الحضانات الحكومية على أتم الاستعداد لاستقبال الأطفال للسنة الجديدة بإذن الله. وردتنا أدلة من الجهات المعنية بخصوص الإرشادات والإجراءات الاحترازية قبل بدء الحضانات، ومثل ما قلت باشرت الكوادر الوظيفية للبدء بهذه الإجراءات. دوري أنا كمشرف فني من قسم المتابعة والتوجيه بإدارة الطفولة المبكرة بمجلس الشارقة للتعليم بعمل الزيارات الميدانية. من خلال هذه الزيارات يكون عندنا استمارات لمتابعة امتثالية هذه الحضانات للمعايير والإجراءات اللي هي المرسلة لنا من قبل الجهات المعنية. ولله الحمد أيضا بالتعاون مع الأقسام الأخرى تم توفير كافة المستلزمات والمواد اللي هي بتحتاجها الحضانات قبل استقبال الأطفال، مثل مواد التنظيف، مواد التعقيم، أجهزة قياس الحرارة. أيضا عندنا تم تزويد الحضانات بملصقات اللي هي للأطفال لإرشادهم بالإرشادات الاحترازية، أيضا لتوفير التباعد الاجتماعي أيضا ما بين الموظفين. تم تخصيص مداخل ومخارج مختلفة لأولياء الأمور، ذلك لمنع الاكتظاظ خلال فترة استقبال الأطفال وأيضا توديع الأطفال. أيضا العديد من الإجراءات المختلفة، منها أيضا تقسيم الأطفال على مجموعات. جميل. تتكون تقريبا على حسب الفئات العمرية، يعني أكثر مجموعة تتكون من 10 أطفال، بحيث أنه يكون كل مجموعة تكون يعني كل مجموعة أطفال مع نفس المعلمة أو المشرفة والمربية، وبالتالي يعني نمنع قدر المستطاع اللي هو الاختلاط ما بين الأطفال والاختلاط ما بين الموظفين. نعم أستاذة نوال، لن يتم قبول أي طلاب جدد صحيح؟ هي نعم، الاستقبال بيكون فقط للأطفال اللي هم مسجلين عندنا سابقا في الحضانة. تمام. شو بالنسبة للسعة الاستيعابية لكل حضانة؟ طبعا مثل ما كلنا عارفين ما شاء الله الحضانات الحكومية لها إقبال شديد من قبل. صحيح. أولياء الأمور. الحمد لله. طبعا نحن عندنا ثلاث نماذج من الحضانات الحكومية. نموذج ألف اللي هو سابقا كان يستوعب 120 طفل، نموذج باء سابقا كان يستوعب حوالي 70 إلى 80 طفل، وأيضا لدينا نموذج جيم اللي هو يستوعب حوالي 30 طفل، هذا طبعا قبل الجائحة. أما حاليا خلال الجائحة فبناء على اللي هو الإجراءات اللي أرسلت لنا من الجهات المعنية، اضطرينا أن احنا نقلل من الطاقة الاستيعابية، فبالتالي يعني الصف اللي كان فيه حوالي 25 طفل تقلص عدد الأطفال إلى 10 أطفال تقريبا، وهذا طبعا يختلف أيضا على حسب الفئة العمرية، الفئات العمرية الأصغر تكون المجموعات أقل. وأيضا مثل ما كلكم عارفين أنه صار في تحديث في
سن القبول للأطفال في رياض الأطفال. نعم. وبالتالي نحن عندنا تقريبا حوالي 185 طفل لن يتخرجوا من الحضانات الحكومية. نعم. وبالتالي دورنا نحن كحضانات حكومية أن نحن نستوعب هؤلاء الأطفال. نعم. ونستقبل جميع الأطفال لحين ما إن شاء الله يتم قبولهم في رياض الأطفال. نعم. فبناء على الإحصائيات والأعداد اللي عندنا حاليا نحن مكتفين بالأعداد المسجلة عندنا. إن شاء الله مستقبلا إذا تم رفع الطاقة أو السعة الاستيعابية للمجموعات في الفصول ممكن نحن نفتح باب التسجيل مرة أخرى إن شاء الله، وأكيد سيتم إبلاغ أولياء الأمور متى ما فتحنا باب التسجيل إن شاء الله مرة ثانية، وأكيد خلال مواقع التواصل المختلفة. نعم. وأنت تتكلمين كنا نشاهد بعض اللقطات وبعض الصور اللي بدورها يعني تبين لكل مشاهد ولكل متلقي أن هذه الحضانات ولله الحمد التابعة لمجلس الشارقة للتعليم تتضمن كثير من المرافق وكثير من المرافق الخاصة بألعاب الأطفال. هل ستعاود هذه المرافق يعني أو هل ستعاود الحضانات استخدام مثل هذه المرافق الخاصة بألعاب الأطفال وغيرها من المرافق الأخرى؟ طبعا مثل ما قلتي نحن عندنا الحضانات فيها غرف مختلفة ومرافق. نعم. مختلفة. نحن نستخدم نظام المجموعات اللي هم الأطفال يكونون نفس المجموعة يكونون مع بعض. طبعا هؤلاء أطفال نحن ما نقدر نخليهم يالسين مكان واحد. صحيح. يعني ونجبرهم أنهم يلسون بمكان واحد. بالعكس نحن نوفر لهم هذه الألعاب، نوفر لهم هذه المرافق، لكن من ضمن المجموعات ومع الحرص أن يتم تعقيم الألعاب، تعقيم الأدوات والمواد بعد استخدام كل مجموعة من الأطفال. نعم. شو بالنسبة للكوادر التعليمية الموجودة؟ هل هناك تعليمات أو إجراءات احترازية تخص الكوادر التعليمية؟ بالنسبة للكوادر مثل ما قلت لك مباشرة وطبعا قبل بدء استقبال. نعم. الأطفال بدينا معهم بالدورات التدريبية. جميل. طبعا بالتعاون مع الموارد البشرية طبعا تم تقديم لهم عدة دورات للعودة التدريجية للحياة المهنية. نعم. طبعا الهدف من هذه الدورات هي يعني جعل الموظفين جاهزين لاستقبال الأطفال مهنيا طبعا ونفسيا، وأيضا جميع الموظفين والكوادر الوظيفية عندنا حاصلين على اللقاح طبعا باستثناء اللي هم الحالات الخاصة، ويتم طبعا أكيد أخذ اللي هو أو عمل فحص PCR بشكل أسبوعي طبعا لهذه الحالات المستثنى. نعم. كذلك الحضانات تقدم الكثير والعديد من الخدمات الطبية، صحيح؟ هي نعم. نركز ونتكلم ونتحدث عن هذه النقطة. طبعا ولله الحمد نحن عندنا في كل حضانة يوجد غرفة الممرضة. غرفة التمريض هذه تحتوي طبعا أكيد على اللي هي الأدوات الطبية والمواد والمستلزمات اللي هي تخدم الحضانة لرعاية الطفل والاهتمام بالطفل من الناحية الصحية. وأيضا يوجد في كل حضانة طبعا الممرضة اللي هي حاليا لها دور كبير في أنها طبعا تقيس درجات حرارة الأطفال أثناء الجائحة، الكشف على الأطفال، بالإضافة إلى توفر نحن يعني حاليا وفرنا غرف لعزل الأطفال أو يعني غرف في حال اشتباه في مثلا حالة أو لا سمح الله، بحيث أن تكون الحضانة مستعدة لكافة الأمور في لا سمح الله إذا حدث يعني الاشتباه أو شيء. جميل. أبا أتكلم عن عمليات التعقيم، كيف ستتم هذه العمليات في الحضانات؟ طبعا التعقيم بشكل دوري عندنا في الحضانة. نعم. الحمد لله. تم توفير كافة أدوات التعقيم وأدوات التنظيف من قبل إدارة المجلس. طبعا التعقيم يتم قبل استقبال الأطفال، قبل استقبال أيضا الكادر الوظيفي يتم تعقيم الحضانة بالكامل، وأيضا يتم تعقيم الحضانة بعد الانتهاء من الدوام الرسمي اللي هو بعد مغادرة الأطفال والموظفين، وبالتأكيد أيضا يتم تعقيم الألعاب والأدوات بعد كل استخدام من قبل الأطفال ومن قبل المجموعات. فالحمد لله يعني الأمور طيبة إن شاء الله. الحمد لله. أستاذة نوال ذكرتي قبل شوي أن مجلس الشارقة للتعليم والحضانات اليوم تقدم الكثير والعديد من الدورات الخاصة بالكوادر التعليمية، صحيح؟ كذلك هناك دورات وورش عمل خاصة بالأطفال، صحيح؟ نتكلم عن هذه الورش أكثر.
طبعا هو من الطبيعي ان الطفل بدايه دخوله للحضانه بيحس انه في تغيير، نعم. ممكن ما يكون متعود على الحضانه، ولو ان هاي للاطفال مسجلين سابقا، نعم. بس نحن ما ننسى ان الاطفال تموا فتره طويله في منازلهم مع اهاليهم، فبالتالي بيكون في اختلاف الحين مع ذهابهم للحضانه وذهاب امهاتهم للعمل. دورنا نحن كحضانات حكوميه ان نحن نستوعب هؤلاء الاطفال، نقدم لهم افضل الخدمات وافضل الرعايه بحيث ان هم يتعودون على المكان ويحسون بالراحه والاطمئنان في الحضانه. طبعا نحن عاده بدايه كل سنه عندنا برنامج للاطفال نسميه سبتمبر المرح. طبعا الهدف من هذا البرنامج انه نعود الاطفال على الحضانه، نقدم لهم الانشطه اللي هي تكون يعني فيها جو من المرح، جو من التفاعل مع الاطفال، فيها انشطه مختلفه بحيث ان الطفل يتعود على المكان ويرتاح. وبعد ذلك طبعا في عندنا اللي هو المنهج المتبع في الحضانات الحكوميه، عندنا منهج خاص بالاطفال طبعا يشمل اللغتين العربيه والانجليزيه ضمن مراحل مختلفة. طبعا له أهداف معينة، له معايير ومجالات معينة تخدم الأطفال على حسب كل مرحلة عمرية. طبعا تختلف هذه المعايير والمجالات بحيث أنها تحقق نواتج تعلم تناسب الفئة العمرية لهؤلاء الأطفال. نعم. أستاذة نوال، قبل ما ننهي اللقاء معك، بغينا منك نصيحة أو كلمة توجهينها اليوم لأسر الأطفال المنتسبين في هذه الحضانات. طبعا حبيت أطمن أولياء الأمور، إن شاء الله أطفالكم في أيادي أمينة، الحمد لله. ونحن على استعداد في لاستقبال أطفالكم، وإن شاء الله نكون تحت حسن ظنكم إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله سنة تكون سنة سعيدة إن شاء الله وموفقة للجميع. بإذن الله. أستاذة نوال يعطيك الصحة والعافية، نحن شاكرين لك في الحقيقة تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة. شكراً. يعطيكم العافية. الله يعافيك. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للأستاذة نوال المازمي مشرف فني في مجلس الشارقة للتعليم على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة.